السلام عليكم، اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. البناء رقم A والبناء رقم B كلهم اتباعوا ما شاء الله. دلوقتي احنا هنعرض البناء رقم C. C باللغة التركية جا، وبسم الله ما شاء الله ده افضل البناء، افضل من البنايين الاتنين دول، علشان كله بيبص على المنظر، صاحب منظر جميل جدا جدا. وبدأنا دلوقتي ما شاء الله البيع فيه، تقدروا تاخدوا في أي دور انتوا عايزينه. ودلوقتي بالنسبة للأسعار، الأسعار في الورقة ديت أنا أحطها على الشاشة عندكم، تقدروا تقروها براحتكم. غرفتين وصالة بتبدأ من فوق 650,000 ليرة لغاية 540,000 ليرة الدور الأول. بالنسبة لثلاث غرف وصالة وثلاث حمامات من فوق 1,000,000 ليرة لغاية تحت 800,000 ليرة. عندكم طبعا في الصورة قط، يعني ايه قط واحد، يعني الدور الاول لغاية قط 13 الدور ال13. دلوقتي انا هسيبكم عشان تشوفوا كل المجمع والتصميم، الشقق كلها واحد ان شاء الله، وهنكون معاكم في كل خطوة لغاية ما تاخدوا الطابو ان شاء الله. السلام عليكم. كلاي جالسة، ان ربنا معاكم. دوم يا جماعة الحراس بتاع المجمع ما شاء الله، زي ما انتم شايفين كده مفيش اي حرامي يقدر يستجرأ ويخش المجمع. الحرامي اللي يخش يبقى كده ايه، جنى على نفسه. حراسة قوية جدا هنا ما شاء الله، حراسة 24 ساعة، ونظافة جميلة جدا ما شاء الله. وفي وش الحدائق الجميلة والاكسجين الحلو اللي انا بشمه دلوقتي ما شاء الله، والنظافة. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف الحال؟ انا بخير. بن ايم عربجا، انا بخير. بن ايم عربجا. كولاي جالسن. الله الرسول سن. ما شاء الله، ده يا جماعة اللي بينظف ربنا معايا رب. انسان بسم الله ما شاء الله بيحبوا النظافة جدا. ودي العربية بتاعت الزرع. لساني عاجز عن وصف المجمع الجميل وجماله، فأنا أخلي التصوير، أخلي عيونكم هي اللي تعرف معنى جمال المجمع ده. أنا مش عايز أتكلم كتير وأنا بصور، أنتوا اتفرجوا. بسم الله ما شاء الله. كأن الواحد إيه، حفلة هنا، كأن الناس ايه، عارفين الفنادق اللي بيتجوزوا وكده ما شاء الله. كل مكان خضار في خضار ما شاء الله، وقعدات في المجمع. كأنه فندق 5 نجوم كده ايه، الواحد وهو نازل من شقته مثلا ينزل كده وهو رايح الشغل في وسط الخضار في وسط النظافة. دلوقتي يا جماعة احنا رايحين المدرسة تحفيظ القرآن هنا في المجمع، عملوها ما شاء الله للأطفال، للأولاد اللي هم ايه، أولاد أصحاب الشقق، يعني الأطفال أطفالكم إن شاء الله. أتش 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 لطفا أتش. يا سلام، شايفين التعاون. سلام عليكم. عليكم السلام. نصلت سنز. شايفين يا جماعة التعاون. بسم الله ما شاء الله. دي طبعا غرفة المدير. هنا مكتوب ايه؟ تشكش يعني خروج.
ده يا جماعه دوره المياه بتاعت الاطفال زي ما احنا شايفين. بسم الله ما شاء الله كل حاجه نظيفه. الله، يعني الطفل وهو بيلعب شايفين حتى ما شاء الله بصها على الجنينة من بره. طبعا هنا كاميرات جالك يقبنوا. طفيت الحريق. شايفين يا جماعه ما شاء الله، والله هو العامل اللي ورايا ضحك. طبعا حاجه جميله جدا، سراير الاطفال الصغيره حاجه جميله. تشوف جوزال ده؟ تشوف جوزال يعني؟ جميله. ها؟ راحات يعني الطفل كده وينام مفيش ازعاج. برضو الحمامات نفس النظام. مطبخ ده يا جماعة المطبخ يا ما كيتشن شوكولاري يا جاز عشان الأطفال هنا ياكلوا. فهنا ده المطبخ وكده، وده الحمام عشان الواحد يغسل ايده وكده. شوفوا يا جماعة الأطفال بيلعبوا إزاي. أولادكم إن شاء الله يلعبوا زيهم هنا، يعني ممكن إيه كرة سلة وهنا كرة طايرة. شايفين الشبكة بتاع كرة الطايرة، وبيلعبوا كرة هنا كمان. خضار في خضار. دلوقتي يا جماعة أنا رايح للملك أتكلم معاه شوية. شوفوا يا جماعة حتى لو عايزين تشربوا شاي تشربوا شاي هنا في الجنينة الجميلة. دلوقتي يا جماعة هنا في المجمع أول مرة حاجة جميلة زي كده أشوفها، فيها مسجد للرجال. ده مسجد الرجال كبير خاص للمجمع. وطبعا ايه الباب اللي هناك في مكان الوضوء، وده مسجد للنساء. ده للنساء برضو. عارفين يا جماعة أول مرة ما شاء الله أول مرة أشوف مسجد كبير في المجمع خاص المجمع كده. وعلى فكرة أنا عايز أقول على حاجة مهمة جدا، الحدائق اللي احنا شايفينها الخاصة بالمجمع دي كلها كأني أنا ماشي في السلطان أحمد بالظبط. يعني أنزل بليلة أتمشى هنا في المجمع في الحدائق ما شاء الله. خلينا بس يا جماعة دلوقتي إيه نكمل
باقي المجمع. طبعا يا جماعة ده اللي هو المبنى الاول، كويس؟ شوفوا بلوك بي اللي هو المبنى رقم بي، وهنا ده البلوك رقم ايه، كويس؟ يلا دلوقتي يا جماعة نبص على الشقق. بسم الله. طبعا هنا في كاميرا وكلمة سر وكده. شايفين يا جماعة ما شاء الله الأسانسير كبير ازاي؟ حداشر دور يا جماعة. يا جماعة الفيديو اللي انتوا شايفين ده، الفيديو ده عن تركيا، الأشياء الجميلة في تركيا. بصوا كده مكتوب ايه؟ يعني 10 أشخاص واخرهم 800 كيلو جرام. يان طرفتكي 16 كيشي 1200 كيلو جرام. الاسانسير الثاني ل 16 شخص يعني الاكبر. انركن اون ايناس. واحنا نازلين ان شاء الله هنركب الاسانسير الثاني يا جماعه عشان نوريه لكم. حركه تشوفوا ازاي ماشي. يعني اللي بيخاف يا جماعه من الاسانسير يقعد ايه يتسلى ويتفرج على الفيديو الجميل ده. سادة سلدمة. تمام يا جماعه. بسم الله. شايفين يا جماعة بسم الله ما شاء الله الصالة دي واسعة قد ايه؟ بورا ده بو اوروبا كونوكلاري. اوروبا كونوكلاري. الله سونا بشنجي لغات. تم بوينت. تمام. سيزي شيء سرجان. بو نقدر بردير اوردا؟ 1,200,000. شو عارفين يا جماعة الشقق اللي هناك اللي انا موريها لكم ديت العماير ديت هناك الشقة بمليون ومليون ومليون و200 مليون و200 ليرة يعني. لكن احنا نشوف السعر بتاع الشقة اللي انا بعرضها لكم دلوقتي بسم الله ما شاء الله. فرصة فرصة كبيرة جدا. شوفوا دلوقتي ده المنظر يا جماعة. شوفوا بقى يا جماعه الحاجه الجميله اللي فرحتني انا شخصيا ديت مدرسه، مدرسه الابتدائيه اعداديه ثانويه ومدرسه الامام الخطيب اللي تخرج منها رئيس الجمهوريه. يعني اللي عنده اسره يا جماعه بصوا يود ولاده من الابتدائيه لغايه الثانويه وبعد كده ان شاء الله يخش الجامعه. كابتا بليرسن. شايفين المنظر يا جماعه الجوامع؟ شايفين؟ شطران ماشي. تعال افرجكم بس ايه باقي الشقه. دي كانت الصاله. شايفين المدخل بسم الله ما شاء الله واسع ازاي؟ وطبعا الدولاب تحطوا فيه حاجتكم. شايفين؟ الدولاب.
هنا الجزم، الجواكت. جميل جدا جدا. دلوقتي المطبخ، المطبخ شوفوا بقى المطبخ ده حكايه. شايفين واسع قد ايه ما شاء الله، بمثابه اوضه. وانتوا لو لاحظتوا جوده البلاط هنا جوده كويسه. شوفوا بقى البلكونه الكبيره ديت، بره ده بونه su ısıtıcısı. Doğalgazda merkezi sistem. Su sadece buradan ısınıyor özel her daireye. Aa tamam. Kefil maşallah. Sakın. Şu bel balkona. Lütfen. Balkona kibira. شوفوا يا جماعة هنا دلوقتي بص على المدرسة، اللي يحب يشوف الأطفال والكلام ده ياخد الشقة هنا كويس وقريبة من المدرسة، اللي مش عايز جنب المدرسة ياخد شقة في الطرف الثاني. أوريكم بقى المنظر. شوفوا يا جماعة ديت مستشفى هناك كبيرة طبعا، مستشفى عامة، مساجد. شوفوا يا جماعه ده مكان البوتاجاز، انتوا لما تشتروا الشقه هم هيجيبوا لكم البوتاجاز وهيركبوه لكم، وفي ضمان طبعا. دي ادي ايه الغرفه الاولى اللي هي غرفه الجلوس، بو ترما اوضاسيه، ده بو ترما اوضاسيه. O salon da olsa ne olur? Dört oda var ya. Yani yani bu su arba gıraf yani azlığım değil. Yani, misafir odası da yapar. Salon. Bu di gırfetül gülüs. Zey mahna şefin kia yibira. بعد كده الحمام. كل حاجة جديدة زي ما انتوا شايفين، انتوا أول ناس هتسكنوا في الشقة. بعد كده حمام تاني. حمام تاني الافرنجي ده. كده حمامين، في حمام تالت كمان بس اصبروا عليا. هنا دي الغرفة التانية. يعني تلات حمامات في الغرفة، بسم الله ما شاء الله، والغرف واسعة. خشوا بقى على الأوضة الكبيرة بقى. الحمام الثالث الخاص بغرفة النوم. في بانيو 3 بانيو. يعني بيقول لكم في اللي هو 2 بانيو للدش وكده وثلاث حمامات. زي ما احنا شايفين ادي ده الدش والحمام. الحمام الثاني اللي هو الافرنجي. الحمام الثالث اللي هو ايه؟ برضه حمام اهو ودش. اولدو تمام؟ اها. جدا. دوام إدجاز. عارفين ايه يا جماعة؟ كاميرا نردة؟ اتشوف لرسل؟ اكتفتي الدرام. شوف يا جماعة دي كاميرا يا جماعة اللي هيجيلكوا ويزوركوا يعني وكده. تمام. أنا مش حابب أوقف الكاميرا أثناء التصوير كأنكم معايا. شوف يا جماعة ده سلم الحريق لا قدر الله. شايفين؟ يعني لا قدر الله لو حصل أي حريق على طول تفتحوا سلم، تفتحوا الصندوق ده وتاخدوا الخرطوم بتاع الحريق وتطفوا شقتكم على طول. يعني ما فيش مشكلة خالص. يا جماعة الكلام ده موجود في كل دور. شايفين بسم الله ما شاء الله السلم حاجة كده ايه روعة والله.
تمام. طيب دلوقتي يا جماعه انا وريتكم السلم بتاع الحريق، ده السلم بقى العادي، يعني في سلمين، ده السلم العادي. تعالوا نطلع كده ايه على الروف فوق. انتم ملاحظين حاجه يا جماعه؟ ما شاء الله السلم واسع قد ايه، حتى وانتم بتنقلوا العفش بتاعكم واسع. İpleri brandaları asmak için hazırladık. Hı hı. Satıyorum. Buradaki AVM'nin yerini gösteriyoruz. دلوقتي يا جماعه انا اشرح لكم حوالين المكان ايه بقى. Şuradaki konteynerler var ya, beyaz arabalar falan. يا جماعه اللي هناك هيبقى ملك كبير جدا جدا. Orada büyük bir AVM yapılacak. Projesi hazır, belediye yapacak orayı. يعني المشروع جاهز وكده والبلديه هتعمله هنا. وطالما ما يتعمل مش هزر يبلجك. شوفوا بقى يا جماعة المجمع، يا رب يستر وما اقعش. شايفين يا جماعة؟ ده المجمع يا جماعة. شوفوا يا جماعة شوفوا يا جماعة أي مكان أنتوا عايزين تروحوا فيه في تركيا لازم تستخدموا إيه المكان ده. أنا عايز أشرح لكم بس نقطة تكملة النقطة الجملة اللي أنا أقولها ديت. هافالي ماني ناردا كاش دقيقة 10 dakika 15 dakika. Üçüncü havalimanı değil mi? 15 dakika aynı. Burada en uzak yeri 15 dakika. Yol açıksa 15 dakikada İstanbul'dan uzak yerine gidersin. Tamam, şimdi üçüncü havalimanı. Kaç dakika? 15 dakika. Ya جماعة المطار الثالث المطار الجديد من هنا حوالي 15 دقيقة بالسيارة. Hangi taraf? Bu tarafta kalıyor. İstersen öyle geçelim. Tamam. Bak şurayı anlatalım. Anlat. Bu tarafı Batışşehir, Viyaport, işte Atatürk Havalimanı, Florya. بص يا جماعة bir saniye lütfen. Tamam. الطريق ده يا جماعة بيورينا اللي هو بيوديكوا على مطار أتاتورك وفلوريا والكلام ده. كويس؟ دلوقتي انا اوريكم الطريق اللي هو بيروح على المطار الثالث اللي هو المطار الجديد. ندن اوتشنجو هافاليماني ندن اكين جديد ندن اوتشنجو اثنين tane var Türkiye'de. Bir Sabiha Gökçen, bir Atatürk Havalimanı. جماعة انا سألته ليه اتسمى المطار الثالث؟ عشان في مطار اتاتورك ومطار صبيحة، فده اتسمى المطار الثالث. ابو كابي كابلون دلوقتي انا اوريكم الطريق بتاع المطار الثالث يا جماعة. نهاردة هما شو بس شو iki tane minare var ya. Evet. O istikamette bak orada elektrik direkleri falan gözüküyor. Orası. شايفين يا جماعة هناك المسجد اللي هناك كده بعديه ده المطار الثالث يا جماعة. شايفين بسم الله ما شاء الله المآذن 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 المآذن. هستانة نهاردة هستانة شو بناء تقسيم الكيادم هستانة يا جماعة ديت مستشفى التقسيم اللي هي المستشفى التقسيم المساعدة الأولى من أكبر مستشفيات يا جماعة عمليات وكده قريبة منكم. وهنا كمان بصوا يا جماعة المستشفى ديت لو حد تعبان أو كده عنده برد أو الكلام ده جنب البيت على طول ينزل لها. المدرسة الجميلة يا جماعة اللي اسمها مدرسة إمام الخطيب اللي تخرج منها رئيس الجمهورية. ابتدائية إعدادية ثانوية، يعني ولادكم يدرسوا من الابتدائية لغاية ما يخشوا الجامعة في المدارس ديت ما شاء الله. وكمان لتحفيظ القرآن كمان إمام الخطيب يعني. تمام أندن سنة تمام. إيه شايفين يا جماعة ده المجمع يا جماعة. شايفين يلا بينا ايه ننزل نشوف باقي الشواء. تمام اتشاب ليرسنز
asansör bineceğiz değil mi? Solda değil mi? Bu arada her kat kaç daire var? 4 daire var. Ya cemaa, عايز اوريكم حاجه يا جماعه. كل دور في 4 شقق. يعني ما فيهوش ولا زحمه ولا حاجه. دايرتين arasında da 29 metre var birbirlerine rahatsız edemezler. 29 يعني بين الشقه والثانيه 29 متر. يعني ما فيش ازعاج لاي حد من الشقه الاخرى. ما فيش اي ازعاج خالص. نركب بقى يا جماعه الاسانسير الثاني اللي هو الكبير اللي احنا قلنا عليه ده. انتوا بس كشي ده 16 كشي. اها شوفوا يا جماعه. 16 اها تمام. 16 كشي يعني 16 شخص. ليه؟ الوزن 1250 كيلو. Şimdi nereye gideceğiz? Otoparka ineceğiz. Tamam. Orada da bitireceğiz herhalde. Daha istediğim yer var. Bahçeyi çeksin. Bahçeyi çekti zaten. Tamam. Girdi çekti. Yani. 2+1 çıkalım mı? Da gerek yok mu? Yok ya, büyük gerek yok. Bence doğru, doğru. Hepsi büyük istiyorlar çünkü. Tamam. Dilbete ki mahna nezin ne? İl garaj. 2 kat otopark var. 6500 metre. İl garaj ya cemaa. طابقين كم متر كره 6500 6500 6500 متر الجراج يا جماعه بسم الله ما شاء الله ساده سلطه ساده الجراج 6500 متر يا جماعه ما شاء الله شايفين الكاميرا 36 ثانيه كاميرا بس ده 36 ثانيه 6 ما شاء الله 36 36 كاميرا يا جماعه 36 كاميرا ربنا يا جماعه ايه يوعدكم بسياره زي كده ما شاء الله الله السياره عجبتني يا رب يرزقني ويرزقكم زيها شوفوا بسم الله ما شاء الله يا جماعه كبير 6500 متر بيقعد كتبه وطبعا ايه في دور تحت كمان للجراج في otoparkta her dairenin numarası olacak herkesin yeri özel olacak kimse kimsenin yerine يا جماعه وبالنسبه للمركن هنا كل شقة ليها مكانها يعني ما ينفعش واحد ياخد ايه مكان التاني كل واحد ليه رقم رقم الشقة وكده كل واحد ليه مكانه يركن عربيته فيه شوفوا يا جماعة هنا انتوا بتنزلوا تحت كده علشان اللي عايز ايه يركن في الدور اللي تحت كمان احنا قلنا الجراج طابقين بردان عربالارا kart veriliyor HGS'de takılıyor. Arabayı görünce mekanizma otomatikman kalkıyor. Araba giriyor. Yabancı nerede? Araba giremiyor. Orada. Dışarıdan da içeriden de buradan çıkarken de içeriye girerken de. Şufe cemaa عشان العربيه هنا مش اي عربيه بتخش كل حاجه بالاوتوماتيك كده كل حاجه اوتوماتيكيا في بيدكوا كارت وكده بتتحط ايه عربه استونيه تمام يتحط كده كارت على العربيه وكده بحيث بيفتح لوحديه وايه يعني مش اي عربيه تقدر تخش الجراج يعني بسم الله الرحمن الرحيم كنا مقررين أنا وزوجتي نشتري شقة في إسطنبول بعد البحث حصلنا على شقة في إسطنبول والحمد لله والشكر بجهود أستاذ علي وشريكه المحترم وطلعنا البارحة على الطابو خلال 3 ساعات صار الطابو باسم زوجتي أو باسم العائلة الكريمة والحمد لله والشكر مع متابعة أستاذ علي ما قصروا يانا وجهوده كلش طيبة وحلوة وشريك المحترم وأنصح أي شخص يريد يشتري شقة في إسطنبول يتعامل مع أستاذ علي وشريك المحترم يعني يشتغلون بجهود وطيبين وبنية صافية ومحترمين والحمد لله والشكر وأشكرهم جزيلا احنا نشكرهم كثير وقدرنا أن نطوب البيت بنفس اليوم يعني شيء جميل جدا الحقيقة مثل ما تعرفون انتم يعني نحن غرباء في هذا البلد بالجماعه وكفونا انا صرت ما حسينا بغربه ما حسينا بشيء حسينا انه اولادنا معنا في الشراء من البدايه الى النهايه
وهاي شقتنا الجديدة اشتريناها من خلال الأستاذ علي وشريكة تركي، مشكورين كل الشكر. والمنظر العام يكشف كل اسطنبول، كل اسطنبول من كل جهاتها. ألف شكر لك أستاذ علي، وألف شكر لشريكة التركي ولمساعدتكم لنا. تحياتنا لكم. ألف مبروك، ألف ألف مبروك على الطاولة. الله يبارك فيك أخوي علي، أنا شاكر ومقدم لك. والله أنا مبسوط أني شفت الطاولة باسمي، يعني كلمة شكرا لا تفي حقك يا أخوي علي. أعطيتك وكالة وحطيتوا الطابو باسمي وأنا مش موجود عندكم، والله ما شفت يا أخ علي إلا الصدق والأمانة يعلم الله، ولن يعني يقف الموضوع عند هذا الحد. يعني أنا ضروري جميع أقاربي وأصحابي أعطيهم خبر عنك، يعني يشتروا هم مرتاحين. صدق وأمانة وإخلاص ما شفتها بأي شخص ثاني. ألف شكر يا أخوي علي، شكرا شكرا جزيلا. علي جمال وشريكة تركي ناس موثوق بهم جدا جدا، وإلهم كل الشكر. وأني بنصح كل واحد حاب يشتري شقة في تركيا أن يتصل بالأخ علي جمال وشريكة تركي من خلال اليوتيوب، ويختار شيء وهم حيوقفوا له مثل ما يقولون بالعراق سيف ودرع، ولهم كل الشكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم أبو فهد. الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى وتعاون أخ علي جمال، اشترينا شقة في سلطان أيوب والحمد لله كان سعر مناسب من أفضل الأسعار. والأخ علي ما شاء الله عليه يعني بأمانته وصدقه في الأمانة صراحة، الحمد لله اللي شفناه لمسه منه كل خير صراحة، أفضل من الناس. أنا أنصحكم صراحة بالتعامل معه وعلى مسؤوليتي أنا إن شاء الله. بالتوفيق إن شاء الله لكل المتابعين، أتمنى لكم كل الخير. وألف شكر للأخ علي صراحة وشريكة اللي تعاونوا معنا صراحة، وكانوا قمة التعاون وقمة الأمانة والصدق في التعامل. يعطيكم ألف عافية إن شاء الله، شكرا. السلام عليكم. الحمد لله والشكر، استونا استلمنا الطابو من دائرة الطابو. نشكر أستاذ علي جمال اللي قالنا شقة بسعر مناسب جدا وما خلانا لحد ما استلمناه، وننصح الناس كلهم أن يتعاملوا وياه لأنه إنسان صادق وأمين، وشكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أخوكم العربي من العراق الشقيق، جيت تركيا ما أعرف كل شيء، ما أندل كل شيء من واحد الواحد أبو تاكسيات، واحد يوديني على واحد وواحد يوديني على فلا فندق، وانشلع قلبي لحد ما اتصلت بعلي جمال أخونا المصري. جانا قبل طيران من الصبح وجاب لنا فندق بسعر كويس مناسب وخلف الله عليه، وما قصروا ويانا وشالوا وياي الجناطاني وعائلتي أربع نفرات. زين لما علي جمال أنا كان تهت بتركيا، المنقذ الوحيد لإخواننا العرب في تركيا علي جمال، واللي ما رديتوه اتصاله موجود وفيسه موجود وانترنته موجود، أخونا العزيز علي جمال الله يحفظه ويخلي الكل عربي يجي تركيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أتكلم عن تجربتي الشخصية مع أستاذ علي جمال في شراء عقار في تركيا. وأستاذ علي جمال قدر يلقى لي عقار جدا بسعر جدا رخيص ومميز، الموقع المميز اللي كان في يعني كابي على البحر مباشرة، وشقة جدا نظيفة والحمد لله وشكر الطابو سليم، وقدرنا نكمل المعاملة وما تركني إلى انتهى الطابو. وأحب أنه أنصح كل الناس العرب اللي يحبون يشترون عقار في تركيا، طابو نظيف واستلام نظيف ومعاملة نظيفة، يتواصلون مع أستاذ علي جمال وشكرا. معك خالد الصاعدي من المدينة المنورة. علي جمال حقيقة يعني جميل جدا، وجدت من الثقة، لا يبحث عن المادة، يبحث عن أهم شيء يعني يوصل الناس، يعني رجل يعني مهما تكلمنا فيه رجل جميل، رجل يعني يهم مصلحة الشخص اللي يجيه قبل لا تهم مصلحته في ما يبحث عنه. والله يوفقه الحقيقة، وأنا أنصح التعامل معه جدا. علي راضي وإنسان يخاف الله ويبحث عن الأجود، يعني الحقيقة رحنا معاه لزراعة الشعر كمان، فالحقيقة يعني أنا أنصح التعامل معه لأنه يبحث عن الجودة،
والدرجة الثانية بحث عن السعر، وهو له وضع يعني خاص هنا، وأسأل الله أن يبارك فيه وأنصح بالتعامل معه جدا يعني حقيقة، يعني حتى لو في الفرن برضه أسعاره جيدة، والله يوفقك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا راح أحكي تجربتي الشخصية مع الأستاذ علي الجمال من حيث الإيجار العقار. كنت في بغداد، كانت عندي مشكلة أنا وأسرتي في كيفية إيجاد سكن، وهاي مشكلة عويصة عند كل سائحي حاب يجي إلى تركيا وتحديدا إلى اسطنبول. تعاملت مع كثير من أهل العقارات. اللي أريد اللي يميز علي الجمال برأيي الشخصي الفيديوهات الدزاها والصور هي نفسها من جهة اللي جات على أرض الواقع. هاي مسألة. المسألة المهمة الأخرى، الشخص لقيته الساعة 8 الصبح من إجيت من المطار، أنطاني موعد 8 الصبح ولقيته 8 الصبح، وهذا يعني ميزة تحسب له لأنه دقة بالمواعيد، لقيته منتظرني رجل. والمسألة الثالثة والمهمة والمهمة المهمة، ثلاث خطوط تحت المهمة، بأنه السعر مناسب أوجد لي الشقة لمدة شهرين تقريبا، وأكو خدمات ما بعد الإيجار والشقة اللي هو يسأل بين فترة وأخرى عليك شنو الحاجات اللي تحتاج، شنو المشاكل، اللي سكنك مريح لا ما مريح، ويحاول يتواصل ويا أبو الملك باعتباره يحكي لغة تركية ولغة إنجليزية واللغة العربية. أنصح بكل من يشاهدني بأنه يتعامل مع الأستاذ علي الجمال، لأنه إنسان محترم وصاحب موقف وجاد في عمله ومناسب بالأسعار. تحياتي لكل المتابعين، شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم علي السلموني. أنا أول مرة لي هنا في اسطنبول مع الأخ علي جمال في اسطنبول هنا. بتكلم عن تجربتي الشخصية معاه ما شاء الله ومعاملته، بسم الله ما شاء الله عليه، يعني أخ عزيز برغم من أول مرة أتعرف ليه، بس فعلا والله الواحد حس كأنه بيتعامل مع أخ ليه، وكان لي الفضل بعد ربنا في أنه ساعدنا في موضوع الإقامة، دلني على مكتب كويس بأسعار مناسبة جدا، ودلني على مكان زراعة الشعر. تاني يوم ما وصلت مباشرة كنت خلصت العملية، وصلت هنا يوم الخميس الموافق 12 وعملت العملية 13، والحمد لله الأثر باين، وأثر إن شاء الله دايما معانا في كل حاجة، وجزا الله كل خير والله على العملية. السلام عليكم. أنا الأخ مهند من بغداد. أنا جيت إسطنبول قبل عدة أيام، وكان في استقبالي الأخ علي جمال، وكان استقبالي أكثر من رائع. أنا زرت إسطنبول أكثر من مرة، لكن هذه المرة كانت الأفضل بسبب أنه الأخ علي جمال وفر لي شقة سوبر ديلوكس، السعر أكثر من مناسب، أفضل منطقة مناسبة. بصراحة أنا يعني حسيت بالارتياح كثير مع الأخ علي جمال، هو صار صديقي يعني. أنا أنصح كل الأشخاص اللي يحبون يجون إلى تركيا في الشراء أو البيع أو الإيجار مع الأخ علي جمال. للجميع الراغبين في الاستثمار وكذلك السياحة في إسطنبول، فقط الاتصال بالأخ علي جمال المتواجد هنا في خدمة المواطنين كافة من بيع وشراء وسياحة وإيجار وسياحة في إسطنبول. هذا الرجل لديه من الأمانة والإخلاص والوفاء الكثير لما لمسته خلال هذه 25 يوم الموجود أنا فيها في إسطنبول، من خلال أنا تعاملي معه بإيجار إحدى الشقق الجميلة جدا وفي قرب في منطقة السلطان أحمد وقرب من الجامع الأزرق، وكذلك من التعامل الصريح والمميز ما بينه وبين الآخرين وما بينه وبيني أنا شخصيا، وكذلك لديه صراحة كبيرة جدا في التعامل. حتى وأنا كنت في بريطانيا عندما أرسل لي فيديو للشقة، نفس الشقة التي أرسلها لي هي نفس التي أسكن بها حاليا. نصيحتي للجميع لمن لديه نية الاستثمار وكذلك البيع والشراء وحتى الإيجار، الاتصال بالأخ علي جمال في إسطنبول. علي جمال، إسطنبول، تركيا. مع السلامة.
Evet lütfen. Selamu aleyküm. أولاً أقول الحمد لله رب العالمين، ربنا وفقني دلوقتي وفتحنا شركة كويسة جداً ومع الشريك التركي اللي هو نفس تفكيري نفس دماغي بالظبط. شوفوا يا جماعة دلوقتي إحنا بنشتغل إزاي في العقارات. أول حاجة رقم واحد بنشوف الشقة أو العقار لو سعره كويس ولقطة نتوكل على الله، بعد كده بنروح نشوفه. إيه النقطة التانية؟ مكانه، هل مكان أمين، مكان يصلح لعيلة، مكان جنب المترو والمواصلات، دي تاني نقطة. تالت نقطة الطابو، يعني الطابو اللي هو سند الملكية، بنشوف الطابو. أيوة بنشوف الطابو صحيح أو مش صحيح، لأنها أمانة. مين حلقة الوصل؟ مين حلقة الوصل بينك وبين المالك؟ إحنا. فدي أمانة كبيرة جدا، إحنا بنشوف الطابو سليم وكل حاجة جميل جدا، والمالك سليم وكل حاجة كويس جدا. فبعد كده بنقول للمالك شوف عايزين نوصل لك حاجة واحدة مهمة جدا، بما إننا الحمد لله إحنا خبرة في العقارات، المشتريين الوقت بيعملوا إيه؟ بيشوفوا الأسعار. فأنت لو جبت لنا السعر النهائي وسعرك يكون أحسن من الشقق اللي حواليك، شقتك هتتباع بسرعة. فبناء عليه بيدينا سعر نهائي، وبعد كده السعر بنحطه على الفيديو. ده اللي انا بصمم فيها، اي فيديو بعمله بحطه على الفيديو عشان تشوفوه مباشرة، وبعد ما تيجوا ان شاء الله بتقعدوا مع الملك مباشرة منكم ليه. كويس، بناخد النسبة المعروفة عليها هنا في تركيا العادلة. كويس، دي حاجة. تاني حاجة عايز اقول لكم على حاجة مهمة جدا، انكم ما تقلقوش علشان ان شاء الله هنكون معاكم لغاية ما تستلموا طابو الشقة باسمكم، لغاية ما تستلموا سند الملكية يعني طابو الشقة باسمكم ان شاء الله، واحنا هنكون في ظهركم وهنكون في كتفكم ان شاء الله. واتطمنوا، اتمنى ان شاء الله اشوفكم قريب في تركيا. شكرا وبحبكم جدا. علي جمال، اسطنبول، تركيا، مع السلامة. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم، يا بني آدم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، إنه يراكم هو وقبيله، هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء، أولياء للذين لا يؤمنون، وإذا فعلوا فاحشة قالوا، قالوا وجدنا عليها والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء
أتقولون على الله ما لا تعلمون أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم قل إنما حرم ربي الفواحش الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب فمن أظلم ممن افترى على الله
كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون